دلوقتي احنا في مسجد عندنا، كان عندنا في المنطقة المسجد دوت كان فيه مقام، كانوا في مقام لرجل مات يعني. فالمهم هم عملوا توسعة للمسجد دوت وحطوا المقام، والمقام ما فيهوش يعني حد ميت. المهم هم جابوا المقام دوت وحطوه جوه حيز المسجد، ولكن في منطقة بعيدة عن المنطقة اللي احنا بنصلي فيها، ولكن هو في نطاق المسجد ذات نفسه. ايه حكم الصلاة في المسجد؟ الصلاة مكروهة في هذا المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال أيضا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. طيب معلش، أنا في بس إشكالية معايا، ممكن أقول لحضرتك؟ أكمل جوابي أولا. تمام اتفضل، آسف. وذكرت أم حبيبة وأم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، ورأينا فيها بعض التصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. ولكن إذا صلى شخص ارتكب هذه، خالف هذه النصوص وصلى، الصلاة تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند الضرورة أو في مكة إلى الكعبة وحولها 360 صنما، وأيضا رأى عمر أنسا يصلي إلى القبر فقال: القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. تمام، أقول الإشكالية ولا حضرتك؟ لا اتفضل. طيب دلوقتي المسجد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، والقبر لم يكن موجودا داخل المسجد على عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إنما أدخله الأمويون بارك الله فيكم. فلعلتين: أن مسجد رسول الله له خصوصية أنه أسس على التقوى من أول يوم، والرسول قال في شأنه: صلاة في مسجدي هذا تعدل 100,000 صلاة، تعدل 1000 صلاة، 1000 صلاة فيما سوى من المساجد. ولم يكن القبر موجودا في المسجد على عهد الرسول، إنما أدخله الأمويون. تمام، يعني المسجد اللي هو عندنا دوت الصلاة فيه زي حضرتك بتقول إن هي مكروه، حتى لو كان المقام بعيد عن مكان المصلى ذات نفسه، صح كده؟ مكروه، نعم. طيب السؤال الثالث؟ اتفضل. طيب ربنا يبارك في حضرتك.